عظمه لسانه. القصه امبارح وخلال اليومين اللي فاتوا اللعب النظيف التفويت. هل لو انا مش محتاج حاجه في مباراه العب بشرف ونزاهه واصرار وتركيز ورغبه وسعي للفوز؟ والله طنش، مش هفوت بس اطنش. كابتن حازم امام وهو حد محترم ونموذج للاعب الرياضي بجد، كان له تصريح قديم شويه على قناه مودرن وقتها حوالين وقع للزمالك والاسماعيلي. الاسماعيلي محتاج المباراه نكايه في الاهلي، الزمالك مش هيلعب بالجديه المطلوبه، وده بعظمه لسان حازم امام. غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هيخدر، ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك. صح. في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ان الماتش الاهلي ده حال، ده انت بتلعبه يعني الاهلي مش زي اي ماتش. صح. ثانيا هقول لك حاجه، مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ هيقول لك الضمير، الضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلعيب ان انا هموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمر اغيظ واحد صاحبي او انت خدت كام بطوله، ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ هو بالظبط الدافع يا كابتن حازم اللي هنقوله له واللي انت هتعرف تعترف بيه دلوقتي، انك انت بتلعب تنتصر للرياضه، انت بتنتصر للاخلاق، انت بتنتصر لقيم ابعد بكتير قوي من نتيجه المنافس ونتيجه. وهي دي بقى اللي بتاخد الاهلي في حته تانية، ان حازم امام نفسه اللي بيندهش يقول لك انا العب ليه بمنتهى القوه عشان اهدي الدوري. الضمير للمنافس. هو دلوقتي بيقول ايه على ماتش امبارح؟ نسمع بقى. تعليقاتك ايه او تعليقك ايه على كلام الراجل؟ شايف انه منطقي انه واقعي، بتقراه ازاي يا كابتن حاسم؟ نعم. راجل خفيف يعني. نعم. راجل اوان، مش متجهم الوجه، مش نعم. مش اللي هو يعني مش عايز يقطم، لا بيتكلم وعايز يبين وجهه نظره. اكتر حاجه عجبتني فكره الولاد الصغيرين لما بيقولوا له عربي قال لهم اي سو هيم رانينج على الاط، يعني بيجري. نعم. على طول ليتس بلاي، خليه. نعم. يلعب. فكره ان هو سهل، يعني فكرته ان اللي بيلعب في التمرين وبيتمرن كويس من حقه انه ياخد فرصه. نعم. دي مهمه جدا يعني. ان انت تدي الفرصه للولاد الصغيرين يشتغلوا في وقت ماتش انت مطلوب منك واحد، تلعب مع بيراميدز فرقه كبيره جدا، تلعب تنزل عربي وبعدين بتنزل اي نعم. يعني التغيير الاخير في الدقيقه 88 بس. يعني شادي برضه في توقيت صعب طبعا. انت خسران واحد يعني قصدي 0-0 وماتش صعب مع بيراميدز فرقه ضغطاك وبتاع، ف عنده جرأه وعنده، ودي حاجات كويسه. عنده قلب جامد. عنده قلب جامد، واللي بيديه القلب الجامد دايما اللعيبه بتاعتك هي. نعم. تديك انك تبقى مطمن، تبقى واثق. نعم. ان في ناس في ظهرك كويسه، ناس لا دول هيلعبوا كويس، الحته اللي ورا دي احمد فتحي النهارده كويس، الو ديانج هايل هايل. نعم. يمكن فتحي طبعا كويس جدا وهاني كويس جدا، قفلوا الاطراف بشكل كويس، لكن عاجبني اكتر طبعا ديانج لانه بيقفل القلب، خد دورين وبيلعب لقدام. نعم. انت ممكن تعمل دور واحد كويس انك تقعد تدافع فعلا، ما فيش حد يشتغل عليك وتقفل زي ما فتحي بيعمل. عرام فتحي كمان زاد شويه، لكن قصدي حته ديانج انت بتقطع وتكمل وتروح وتشوط والشوط الاول بتعمل نفس الكلام والشوط الثاني بتعمل نفس الكلام، يعني انت وانت كامل بتعمل نفس المنطق وانت ناقص بتعمل نفس المنطق، مش اللي هو قاعد ورا بس. فالاهلي استغل العمق شويه. شوف كابتن حازم امام ما لهاش صراحه. ما قالش الاهلي لعب بجديه وكان انما وصف الاداء بتاع كل لاعب واداء موسيماني برجوله وايجابيه، رجوله وجديه وجراه وثقه، مهاجمين وفلان تالق وفلان تالق وفلان تالق. ده معناه ايه؟ ان الناس دي عملت اللي عليها واكتر، خصوصا وهم في نقص عددي، في نقص عددي. كان عندهم 100 مبرر الماتش الشوط الثاني كده يروح في الهواء، لكن طبعا الكابتن حازم امام هو ذكي جدا وفاكر هو قال ايه طبعا، فما قدرش يقولها، لكن هو يعني اعترف ان الاهلي كان متفوقا وموسيماني كان متفوقا وكان جدا وكان يعني لو يقدر يقولها عمل للفيرت ليه. وهنا انا بفكر الكابتن حازم، لانه حازم امام من الكوادر الاداريه الواعده جدا، كان له تجربة في مجلس إدارة الزمالك، له تجربة في اتحاد الكرة، وإن شاء الله تبقى له تجارب جاية كبيرة في الحقل الرياضي وعلى المستوى التحليلي حد يستمع إليه. لازم التصريح القديم بتاعه وأنا ألعب ليه بإجادة عشان أفرح المنافس، لازم
يعتذر عنه، لازم ينسحب منه، لا لا لازم يتخلى عنه، لا 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 لازم يصححه. ما يصححش ولا يعمل. هو قال ساعتها واقع الحال. بص في امور ما تنفعش تتصحح، زي الجون بتاع المحل اسمه ناصر فاروق. قال لك انا خدت حسام بالحضنه ما حط فيها جول، لكنه ما يبقاش ده دعوه. لانه انا لما اتحط في منافسه او مناسبه مطلوب مني ان انا العب باجاده ونزاهه علشان انتصر للفير بلاي، للعب النظيف، بغض النظر هذا الفوز هيفيد المنافس المباشر بتاعي ولا لا، مش بتاعتي. زي ما النادي الاهلي عمل، الغريم التقليدي اللي هو له نادي الزمالك هو الوحيد اللي هيستفيد من كان ممكن النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم يفكر كالاتي. يقول لك ما الله، طب ما انا لما رحت لعبت في بطوله الكاس وسبته يلعب الدوري، كان ممكن العب الدوري واحرمه. رجع بعد كده يقول لي انا بطل افريقي. لما كنت انا يعني بس يعني بيخش بدالي، طب انا ليه يعني اريحه؟ محدش بيشيل لحاجه، انا ليه اريحه؟ محدش بيشيل لحاجه. لكن الاهلي مش مفكر. هو الاهلي لما بيلعب ليه؟ بيلعب علشان الجينات بتاعته كده، مفيش تفكير في التخاذل. وده اللي قلناه لكم من الاول، كان لازم الجينات تنتصر. دي جينات ان هو يلعب للنصر، يلعب للفوز، يلعب لشخصيته، يلعب لاسمه، ويعود لعبته على كده. مفيش حاجه، اللي يستفيد، اللي ينضر، لكن انتصر لاسمي وقيمتي وشخصيتي. واستمع لراي الكابتن وليد صلاح. في البدايه هل النتيجه مستحقه؟ عادله 100%. بس كمان انا عاجبني النادي الاهلي النهارده جدا. في ايه؟ يعني سيناريو ولا اروع. لو مستر موسيماني او اللعيبه بتحلم بسيناريو زي ده ما كانتش هتحطه. يعني بتلعب ناقص واحد، اداء بدني عالي جدا، التحامات عاليه جدا، فيها وقت طويل جدا انت بتلعب زون ديفنس، وده اللي هيحصل في مباراة الوداد. مظبوط. ضغط عالي جدا من بيراميدز، بلياقة بدنية عالية جدا، بتقدر تهاجم وتدافع. ازاي بتقدر تتحول من الدفاع للهجوم؟ وطبعا يعني هنتكلم على ديانج، وهنروح لفكرة التحول من الدفاع للهجوم. حاجة رائعة، بياخد الملعب كله جري. احمد فتحي حاجة هايلة، محمد هاني قفشة النهاردة واحدة من احلى مبارياته اللي اشوفه فايق فيها. لا يعني النادي الاهلي عجبني جدا. دي واحده مثلا. بص يعني النادي الاهلي النهارده انا اللياقه البدنيه عجباني جدا. بس الولد عامل ازاي ده؟ يعني ما شاء الله، وحاسس ان الفرقه ما شاء الله. طبعا الاصابات يعني ربنا بقى يستر. شوف الكابتن وليد، الحقيقه من المرات اللي شفته مبسوط. يعني ساعات انت تتعلق على حاجه لما تبقى واضحه قوي وتتسق مع فكرك ووجهك، وتبقى عارف تلمس بسهوله جدا على اسباب النجاح والفشل، بتبقى انت مبسوط. في ماتشات بتبقى غامضه مش عارف تلمها، انما هو امبارح يعني قدر يشوف دور المدرب وجرأة المدرب، وقدر يشوف اللياقه البدنيه العاليه بتاعه النادي الاهلي، وقدر يشوف ازاي النادي الاهلي تعامل مع الازمه. مضيع مطرود لاعب، كهربا متعور، مضيع ضربة جزاء، المنافس بتاعك مختلف في قوته، هو صاحب المركز الثاني في الدوري، الوصيف بتاعك، المنافس بتاعك عنده دوافع انه يحافظ على هذه الوصافة. فانت كل ده قدر يلخصه في اسباب فنية واسباب معنوية، وقال ان نجح الاهلي تماما في هذه المباراة. المباراة دي اعتبرها انها تهيئة لمباراة الوداد. طيب هو موسيماني ده جاي من جنوب افريقيا ومعاه عصا موسى يعني ولا ايه؟ رماها فابتلعت كل تعابينهم. ايه التحول السريع ده؟ ده راي الكابتن عماد متعب. نشوف ايه التحول الاهلي السريع مع موسيماني في راي عماد متعب. كابتن عماد، يمكن المباراه نقدر نقول في لعيبه افراد كانوا كويسين جدا، وفي ايضا شغل من الخارج. يعني بتشعر انه سواء موسيماني او تشتتش اشتغلوا بشكل جيد في اللقاء. هل الافراد هم اللي كان لهم الدور الاكبر النهارده، ولا المدربين اللي سيروا المباراه زي ما هم عايزين؟
يعني انا شايف ان موسيماني هو اللي نجح اكتر. موسيماني موسيماني نجح اكتر مع النادي الاهلي لان الظروف كانت اصعب. انا بس عايز اقول كلمه حضرتك قلتها واحنا بنسمع الراجل، قلت ده المدرب الواحد كان نفسه يلعب معاه. بالظبط. ليه؟ انا بحترم المدير الفني اللي عايز اللعيبه تلعب. عايز اللعيبه تبقى موجوده في الملعب ومبسوطه وتلعب كوره. ما بيحطش ضغط على اللعيبه زي ما قال كابتن حازم. هو قال كان بيتكلم على عرب بدر واللعيبه الصغيره، مش قادر قال لك بيتمرنوا بشكل جيد جدا. العبوا. ايه اللي يمنع انك تلعب؟ جرأه. جرأه طبعا، جرأه وثقه في اللعيبه، وشايف اللعيبه عندها امكانيات وظروف الجدول كمان. يعني الراجل واحد تاني مدرب تاني بقى له 3 ايام، بقى له 3 دي ثالث لقاء ليه في مصر. بالظبط ثالث لقاء ليه مع النادي الاهلي. ممكن يقول لك لا انا خايف العب بالناس الاساسيه والمباراه دي ليها حساسيه فما غامرش. لا الراجل بينزل حتى لو دقيقتين، حتى لو دقيقه الراجل بيلعب الناس ومش قلقان من حاجه. فالواحد بيحب المدربين اللي بيتعاملوا بالشكل ده. يعني متفق معاه بكل مكان، لكن انا في كل حاجه قالها، بس انا هرد عليك انت بقى. انت سالت هو موسيماني معاه عصا سحريه غير الدنيا ولحي اثر ويسيب بصمته وبتاع. بص يا استاذ ابراهيم، كلمه انه غير الطريقه وغير بتاع ده هي مش المشكله. المدرب مثل المايسترو، العازفون هم بقدراتهم صحيح بمستوى كل واحد فيهم، لكن في مايسترو يلخبطك، في مايسترو ما يلقطش ان الكمانجاتي ده متفوق على بيت زمايله فيديله مساحه اكتر. في دي مش محتاجه وقت، دي محتاجه يعني انت لو انت مايسترو واقف خرج من المسرح داخل اللي وراه في ثانيه هيستطيع انه يقود بنجاح نفس البند اللي كان بيلعب نشاز مع المايسترو اللي قبليه. هو ما غيرش قدرته. انت عازف جميل، اتفضل يا بيه.